ألمانيا مو بس أكثر بلد بينتج أنواع خبز بالعالم، الخبز بألمانيا هو عبارة عن ثقافة، لهيك منلاقي كل شارع وكل زاوية بألمانيا بتفوح منا ريحة الخبز الحلوة، لدرجة أنه الألمان عملوا متحف للخبز. بيلفت النظر عند الألمان هو أنواع الخبز الكتيرة الموجودة، لدرجة أنه الواحد بيحتار شو بده يختار. أنا اليوم موجودة بمخبز لأتعلم طريقة خبز البرتسل. أنا هلأ واقفة مع حسن. هاي حسن. وحسن حيعلمني كيف ممكن أعمل البرتسل. هلأ حسن عم يحضر العجينة لحتى نقدر نحطها بالفرن، وفينا نشوف مع بعض هلأ الخطوات اللي بيعملوا فيها البرتسل لحتى يطلع بهي الصورة الكتير طيبة اللي منشوفها نحن. هون الفن. هي هي اوكي هلا هي هي الحركه هون بتفوت. زبطت. Not bad. يعني ماشي حالها. بيتم التركيز على الخبز بالمطبخ الألماني حتى بالكلمات، مثل كلمة أبند بغود اللي بتعني خبز العشاء أو حتى خبز المساء، أو كلمة بغود سايت اللي بتعني وقت تناول الخبز أو وجبة خفيفة. تادا! واو، ماي جاد، هدول هن البرتزلات اللي انا عملتهم او اللي انا اشرفت انه يعني انعملوا. هي اللي مو ظابط شكلها، بتوقع انه هي تحديدا انا يمكن عملتها. بس متاكده انه كثير طعمتها طيبه. تجربة اليوم كانت كتير حلوة، أنا تعلمت كيف أعجن وأعمل لفة البرتسل اللي زبطت معي نوعا ما. أي حدا بيزور ألمانيا لازم يدوق البرتسل، يعتبر جزء مهم بالثقافة الألمانية. أنتوا أي خبز بتفضلوا، الأبيض أو الأسمر؟ خبرونا وتواصلوا معنا. أنا المرة الجاية بشوفكم على خير. باي باي.